Lesson 15. Capital letters from A to G. Listen, sing, and read. A, B, C, D, E, F, G. Again. A, B, C, D, E, F, G. الآن عايزين نتكلم يا مصطفى عن الكتابة. عندنا الفور لاينز بتاعت الكراس أو الإكسرسايز بوك. مكون من فور لاينز زي كده. أيوه. فدايما الكابيتال لترز بتكون من لاين 1 دايما لاحظ كلها بتنتهي في لاين 3 وكلها بتنتهي من لاين 1 عشان الطالب يقدر يكتب كتابة صحيحة. الآن الطالب المفروض في الاكسرسايز بوك ينضبط بالدايمنشن دي بالحدود دي 1 لحد 3 كابيتال لترز ويعرف يكتب الحروف من A to زي ما قلنا في الحصة الفاتت انه كما شفنا الجي كانت لتحت اس على بقت لفوق. ايوه كل الحروف الكبيرة الان في ثيرد لاين. لو قدمنا لقدام ممكن برضو نشوف عند البي والكيو وده الكيف. اوكي. اها. ريد. اف اي بي جي سي اي دي. Write small letters. A. يعني زي مثلا عاوزين انك تفرق مثلا تكتب من A to G. بالسمول. بالسمول تفرق. يعني الان A وده السمول A. Capital A small A. المفروض ال B capital هنا فالطالب يكتب small B. Capital C small C. Capital D small D وهكذا. فلا كلها الطالب يقدر يكتب الحروف الآن من A to G بالكابيتال وبالسمول. أيوة. Read 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. الآن زدنا الأرقام. الطالب المفروض الآن يبدأ من نمبر 1 لحد 29. يقدر يعني read and write. Ask and answer. Example. What is number 21? It is a pencil. دائما الإجابة it is مع الحاجات الجمادات أو الحاجات الغير عاقلة. دي نقطة بعدين حنعرفها. طبعا هو قصدي إنه ما هو يعني مثلا يقول لك رقم الحاجة هي كم هو بيقول له بيقول لك مثلا يديك الرقم تقول له الحاجة دي هي كم هي كم بعدهم يقول لك ايوه هي شنو وهم يقول لك الرقم اللي قلته ده هو مثلا نقول ايوه الان مثلا انا حاسالك what is the number 29 it is a pen what is number 28 it is a word what is number 26 it is a book what is number 25. It is a plane. Okay. If copy the capital letters 10 times. اللي هي دي. اللي هو في من A to G. Okay. ما تكتبها كلها. Write the small letters from A to G in your exercise book. Okay. معناها برضو نفس الشيء الآن الطالب حيكتب الكابيتال letters والسمول letters from A to G. 10 مرات. كده خلصنا.